بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من حقوق المرأة في النكاح الصداق، وهو ما يبذله الزوج من مقابل للاستمتاع بها، من مقابل الاستمتاع بها. وفي ذلك تشريف للمرأة وتكريم لها، حيث إنه لا يستباح الاستمتاع بها شرعا إلا ببذل مقابل من الزوج، وقد سماه الله أجورا، سماه أجراً وسماه صداقاً، حيث قال سبحانه وتعالى: أما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بالمعروف. وسماه أجراً وسماه صداقاً كما في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدقات جمع صداق، فلا بد من الصداق حق للزوجة، فإن تسامحت عنه أو تسامحت عن شيء منه فلا بأس. أما إذا طالبت به فإنه يجب إعطاؤه إياه، حتى لو طلقها قبل الدخول، لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول وسمى لها صداقا وجب لها نصفه. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني صداق، فلهن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والصداق قد يكون مالا وقد يكون منفعة، قد يكون مالا قل أو كثر، فلا حد لأقله، لكن يشترط أن يكون مما يتمول ينتفع به، ولا حد لأكثره. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار هو مبلغ كبير. فإذا سمى لها صداقا ودخل بها وجب لها ولو كان كثيرا حقها، إلا أنه ينبغي ويستحب أن يكون الصداق متيسرا، لا يثقل كاهل الزوج ولا مبالغة ولا غلو فيه، بل يكون متوسطا. وخير الأمور أوساطها. وقد يكون الصداق منفعة كتعليم علم، يعني يعلمها القرآن أو سورا من القرآن، أو يعلمها النحو أو الفقه، أو يعلمها مهنة من المهن، أو يكون منفعة يعملها الزوج لوالد الزوجة أو للزوجة،
كما أن موسى عليه السلام تزوج بنت الشيخ الكبير على أن يرعى الغنم له 8 سنين أو 10 سنين، فجعل رعاية الغنم مهراً للبنت، فدل على أن المنفعة يجوز أن تكون صداقاً. هذا هو الصداق في النكاح. ولو قدر أنها عقد لها أو عقد عليها العقد ولم يسمى صداقاً في العقد، فإنه يسمى بعد العقد، يسمى بمهر المثل، حدد لها مهر المثل من غير ظلم لها ولا للزوج، مهر المثل يعني مهر مثلها من النساء يسمى لها وتعطى إياه. نعم. كتاب الصداق: كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً قل أو كثر. كل ما جاز أن يكون ثمناً من الأموال جاز أن يكون صداق، من النقود أو من الطعام أو من الملابس أو من المساكن أو من الدواب أو من المراكب، كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون صداقاً في النكاح، لأن الكل معاوضة. أما ما لا يجوز أن يكون ثمناً لكونه محرماً كالخمر خنزير، فهذا لا يجوز أن يجعل صداقاً، لأنه لا يجوز أن يكون ثمناً ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. المحرمات لا يجوز أن تكون صداقاً، فلو تزوجها على مقدار من الخمر أو مقدار من الخنازير، أو تزوجها على أن يدفع لها آلات له، مزامير أو معازف أو طبول أو غير ذلك، فهذا المهر باطل ويعدل عنه ويسمى لها مهر المثل من المباح، وجوده كعدم، كأنه لم يسمى، يسمى لها مهر المثل من المباح، وهذا المهر باطل، ولكن النكاح صحيح في حد ذاته. نعم. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، فهذا دليل على أن المهر يجوز أن يكون من غير النقود، أن يكون من الأواني أو من الحلي أو من الملابس، ويدل أيضا على أنه يصح ولو كان قليلا، لأن الخاتم من الحديد قليل لكنه يتمول، هو مال. نعم. ودل على يسر هذه الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وقال سبحانه: وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني 100 رطل ذهب. هذا مثال للكثرة، الحديث ولو خاتما من حديد مثال للقلة، والآية مثال للكثرة، دل على أنه لا حد لأكثر الصداق، وأما أقله فهو ما يصح أن يتمول كالخاتم ونحوه. نعم. وهذا يدل على جوازه بالقليل والكثير، يعني من الآية والحديث. نعم. وقوله: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. نعم. فلا يجوز بالمجهول والمحرم والحشرات. لا يجوز بالمجهول، يعني يقول تزوجتها على مبلغ من المال ولم يحدد، هذا مجهول، أو تزوجتها على أن لها ما تحمل هذه الشجرة أو ما تحمل هذه الدابة أو ما في بطن هذه الدابة، هذا مجهول ما يدرى، أو تزوجتها على ما في داخل هذه الصرة، على ما في داخل هذه الصرة، الصرة ما يدرى وش اللي بداخلها، نقود ولا حصى ولا محرم ولا مباح، ما يدرى، مجهول، فلا يصح هذا. نعم. فلا يجوز بالمجهول
والمحرم والحشرات التي لا يجوز أن تكون رهنا لذلك. لا يجوز بالمحرم هذا عرفناه، ولا يجوز بالحشرات، لأن الحشرات لا يصح أن تكون ثمنا، فلا يصح أن يجعل صداقها من الكلاب كما هو عند الغرب، أنهم يستعملون الكلاب والقطط ويبيعونها ويشرونها، هذا حرام ما يجوز، هذه لا يجوز بيعها. فلو جعلها صداقا لا ما صح في الإسلام، لأنها ليست مالا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ثمن السنور. نعم. مسألة: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، بأي صداق كان من المباح، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان نقودا أو عروض، وسواء كان مالا أو منفعة، كله يصلح. نعم. سواء كانت بكرا أو ثيبا، سواء كانت المزوجة بكرا أو ثيبا. البكر هي التي لم توطأ، لم يسبق أن وطئت، بكارتها باقية، والثيب هي التي سبق أنها وطئت وزالت بكارتها. نعم. وسواء كان بصداق مثلها أو دونه وإن كرهت، وسواء كان بمهر، سواء كان المسمى يبلغ مهر مثلها أو أقل ولو كرهت. إشارة للخلاف، هذا إشارة للخلاف. نعم. أما إذا رضيت هذا لا إشكال، إذا رضيت بالقليل لا إشكال، أما إذا لم ترضى فالظاهر أنها يسمى لها مهر المثل. نعم. وسواء كان بصداق مثلها أو دونه وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة. كبيرة يعني بالغة عاقلة أو صغيرة لم تبلغ سن التمييز، يجوز تزويج الصغيرة، يجوز تزويج الصغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين لم تبلغ سن التمييز، فدل على صحة تزويج الصغيرة، خصوصا إذا كان الزوج محل رغبة، إذا كان الزوج محل رغبة فهذا يطمع فيه ويزوج ولو كانت البنت صغيرة. فأبو بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين. نعم. لأن عمر رضي الله تعالى عنه خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء؟ صداق ولا صدق؟ صدق. نعم، الظاهر أنه صدق. نعم. ألا لا تغالوا في صدق النساء؟ ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من 12 أوقية، يعني من الذهب. نعم. والوقية 12 درهم، فإذا ضربت 12 في كم الأواقي؟ 12 ضربت 12 ب12 كم تبلغ؟ 140 ريال، 140 ريال في عرفنا اليوم. نعم. وين اللي يزود 140؟ هذا طيب، لكن تختلف الأوقات، لأن 140 في ذاك الوقت لها قيمة، أما في وقتنا صار ليس لها قيمة كبيرة. نعم. النقود أحيانا تكون غالية وأحيانا تكون رخيصة. نعم. ظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك. نعم. وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك. نعم. وظاهره، يعني ظاهر هذا الخبر الذي قاله عمر. نعم. وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك وإن نقص عن مهر المثل، لأن عمر إنما ذكر ذلك ليحذى ويتأسى به ولا يزاد عليه. هذا في وقته، لأن 12 أوقية في وقته مال كثير، يعني متوسط، لكن في وقتنا ما تساوي إلا 140 ريال، ما هذا قليل بالنسبة لهذا الوقت، لأن الدراهم الآن ما لها قيمة كبيرة. نعم.
وزوج سعيد بن المسيب سيد وزوج سعيد بن المسيب نعم هو يقول سيب الله من سيب أبي يعني بالفتح لا يقال المسيب وإنما يقال المسيب نعم وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين وهو سيد قريش سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله وكانت له بنت من أجمل النساء خطبها عبد الملك بن مروان لابنه فأبى أن يزوجه إياها وكان عنده طالب من الطلاب يسمى أبا وداعة توفيت زوجته فزوجها إياه زوجها هذا الطالب ولما سئل قيل له قال له رجل من أزوج ابنتي قال رحمه الله زوجها من يخاف الله زوجها من يخاف الله فإنه إن رغب فيها أكرمها وإن لم يرغب فيها لم يظلمها نعم ولأنه غير متهم في حقها نعم ولأنه غير متهم في حقها فكون سعيد بن المسيب إمام التابعين ومن أشراف قريش من أشراف قريش من بني مخزوم عدل عن تزويج ابن الخليفة وزوجها لفقير من الطلاب هذا دليل على أن الأب لو زوج البنت بفقير وترك الأغنياء أن هذا يصح لكن بشرط أن يكون هذا مصلحة البنت أما أنه يهضمها حقها فهذا لا يجوز نعم لكن سعيد اختار لها طالب علم واختار لها رجلا تقيا نعم ولأنه غير متهم في حقها نعم الوالد ما يتهم في حق الولد أبدا بل دائما يريد أن يكون الولد أحسن منه دائما الوالد يريد أن يكون ولده أحسن منه فهو غير متهم في حق ابنته أو ابنه نعم إنه لا يمنع من تحصيل المقصود والحق لابنته نعم بتفويت غير المقصود فإن المقصود من النكاح الحسنة والاستمتاع ووضع المرأة في منصب وخلق حسن وليس المقصود منه المهر المقصود من النكاح هو الحصول على زوج كفء صالح تعيش معه المرأة عيشة طيبة في دينها وفي عرضها وفي حياتها هذا هو المقصود أما المهر فإن قل أو كثر ليس ذا أهمية وإنما شرع من أجل إكرام المرأة فقط وليس هو المقصود أما لئام الناس اليوم فإنما ينظرون إلى المهور كم عط ساق فلان وكم عطى فلان كم تبي تعطين ومساومات هذا لا يجوز هذا صار المقصود المهر عند غالب الناس اليوم والمباهات والمفاخرة هذا لا يجوز إنما المقصود هو الحصول على الزوج الطيب الصالح للمرأة والمهر إنما هو تابع وليس مقصودا ثم إن المهر يزول يذهب فإذا كانت المرأة مع زوج سيء العشرة ولو بذل ملايين الملايين فإن هذا الزواج غير موفق وهذا ظلم للمرأة وإذا حصلت المرأة على زوج صالح لو كان المهر قليلا فإنه لا يضر وينسى نعم والظاهر من حال الأب مع تمام شفقته أنه لا ينقص من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح فإنه غير متهم الظاهر أن الأب إذا زوج على مهر قليل أنه لم يفعل ذلك إلا لملحظ شريف وهو الحصول على الزوج الصالح ولو قل المهر كحال سعيد بن المسيب هذا هو الغالب من الآباء نعم قد يكون من الآباء من هو خائن للأمانة ينظر للطمع لكن هذا نادر نادر لا حكم له نعم وليس لغيره نقصها عن مهر مثلها إلا بإذنها نعم هذا هو القاعدة لها مهر المثل نعم وليس لغيره نقصها
عن مهر مثلها إلا بإذنها لأنه متهم. هلا بخواص الزوج، الزوج يزوج ابنته بما شاء ولو قل. الأب يزوج ابنته بما شاء ولو قل إذا كان هذا في صالحها، أما غير الأب من أوليائها فليس له الحق أن يزوجها إلا بمهر المثل كأخيها أو ابنها أو ابن عمها أو من كان من الأولياء، ليس له أن يزوجها إلا بمهر مثلها إلا إذا رضيت بأقل فلا بأس. أما الزوج، أما الأب فإنه مستثنى لكمال شفقته، أما غير الأب فإنه متهم، إذا خفض الصداق متهم لأنه يبي حابي الزوج. نعم. لأنه متهم، فإذا نقصه بإذنها لم يكن لغيره الاعتراض لأن الحق لها. نعم. وقد أسقطته فأشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها بأقل من ثمن مثلها. الحق لها في مسألة الأب، الحق للأب، أما في مسألة غير الأب فالحق لها، هي التي تشاور في مقدار المهر. نعم. وإن فعله بغير إذنها لم يجز والنكاح صحيح، ويكون لها مهر مثلها ويكون لها مهر مثلها لأنه قيمة بضعها ويكون لها مهر مثلها لأنها قيمة بضعها. والبضع معناه العضو، عضو من الإنسان يسمى بضعا. نعم. وليس لهذا الولي تنقيصة، فرجع إلى مهر المثل كالمفوضة. المفوضة التي زوجت بلا تسمية مهر، هذه المفوضة التي زوجت بلا تسمية مهر يصح العقد ويفرض لها مهر المثل. نعم. ويحتمل أنه لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي لأنه المفرط. المهم أن لها مهر المثل، من الذي يتحمل؟ على القول الأول يتحمله الزوج لأنه حق لها عليه. على الاحتمال معناه ما كان من كلام الأصحاب وليس هو من كلام صاحب المذهب، الاحتمال والوجه والتخريج كل هذه تكون من أقوال الأصحاب. نعم. أما الرواية والقول فهو لصاحب المذهب. نعم. والباقي على الولي لأنه المفرط، فأشبه ما لو باع الوكيل بدون ثمن المثل. نعم، فيتحمل النقص. مسألة. وإذا أصدقها عبدا بعينه ثم وجدت به عيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. إذا أمهرها عبدا معينا، قال العبد فلان أو السيارة الفلانية أو البيت الفلاني شيء معين صح هذا، فإن وجدت به عيبا فإنها تخير بين أن تمسكه مع أرش النقص أو ترده وتأخذ القيمة، قيمته سليما. نعم. لأنه عوض في عقد معاوضة فإنه يرد بالعيب مثل المبيع. نعم. فإذا ردته بالعيب فلها قيمته لأن العقد قيمته سليما لا معيبا. نعم. لأن العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه فكان لها القيمة كما لو غصبها إياه وتلف عنده. نعم. وإن كان من ذوات الأمثال فلها مثله لأنه أقرب إليه. إن كان من ذوات الأمثال يعني من المثليات كالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات فإن لها مثله، فإذا أصدقها مثلا 100 صاع من البر معينة، قال هذا البر 100 صاع بهالكيس، فأخذته فوجدت فيه عيبا ترده تأخذ مثله، تأخذ 100 صاع سليمة لأنه مثلي يضمن بمثله.
نعم. وإن اختارت إمساكه والمطالبة بالإرش أرش. فلها ذلك الأرش. وإن اختارت إمساكه والمطالبة بالأرش فلها ذلك الأرش معناها مقابل العيب، ما يقابل العيب. نعم. فلها ذلك. نعم. قولنا في المبيع المعيب. نعم. مسألة. وإن وجدته مقصوبا أو حرا فلها قيمته. إذا وجدته لا يصلح مهرا لكونه مغصوبا من الغير، أو وجدت هذا العبد حرا ليس عبدا، سمي عبدا وهو ليس كذلك، فلها مهر المثل. لها مهر المثل. نعم. لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا فقد تعذر تسليمه فكان لها قيمته. نعم. كما لو وجدته معيبا فردته. نعم. مسألة. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه جاز العقد ولها مهر، ولها مهر مثلها. مثلها. ولها مهر مثلها. نعم. مسألة. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه ثم لم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته نص عليه. إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئا معينا كالبيت الفلاني والبستان الفلاني، قالت أنا أرغب بها البستان أو أرغب بها البيت، فتزوجها على أن يشتريه لها، لكن بعد ما تزوجها عي صاحب البيت أو صاحب البستان أن يبيعه، فنقول كم قيمة البيت؟ يقولون 100,000. يقول يكون الصداق 100,000 أو البستان كذلك أو الدابة أو السيارة، فلها قيمة هذا الذي لم يحصل لها، تزوجت على أنه صداق ولكن لم يحصل فلها قيمته. نعم. لأنه أصدقها تحصيل عبد، لأنه أصدقها تحصيل عبد معين. تحصيل أصدقها تحصيل عبد. نعم. لأنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح كما لو تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم. نعم. فإذا ثبت هذا فإنه إذا تعذر عليه تحصيل العبد فلها قيمته، لأنه تعذر الوصول إلى قبض المسمى ثم وجب أو وجب قيمته كما لو تلف. تلف. فصل. وإن تزوجها بغير صداق صح النكاح. هذه المفوضة، هذه هي المفوضة، إذا تزوجها ولم يذكر الصداق، عقدوا وانتهوا ولا سمي صداق، فهذه تسمى بالمفوضة، يفرض لها مهر مثلها والنكاح صحيح. نعم. فصل. وإن تزوجها بغير صداق صح النكاح لقوله سبحانه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني صداق، فدل على أنه يصح النكاح بدون قرر لها الصداق. نعم. ولأن التسليم المستحق من جهتها قد وجد فيستقر به البدل كما لو أجرت في متن الزاد يقول إذا خلا بها، يعني على الرواية الأولى، إذا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، إذا توافرت هذه الشروط ولو لم يطأها، لأنه خلي بينه وبينها وليس هناك مانع فيتقرر لها الصداق كاملا، هذا على الرواية الأولى في المذهب. نعم. فيستقر به البدل كما لو أجرت دارها وتسلمها، لأنه كذا القبض يحصل بالتخلية مثل الدار ومثل الأرض، خلي بينه وبينها تمكن من وطئها فيكفي هذا في تقرير الصداق كاملا. نعم. لكن ظاهر الآيات لابد من المسيس. نعم. فأما قوله تعالى من قبل أن تمسوهن
فيحتمل أنه كنا بالسبب عن المسبب سبب. عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه. يحتمل الاحتمال ما هو خج. نعم. وأما قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض فقال الفراء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل، فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الشيء الخالي، فكأنه قال وقد خلا بعضكم إلى بعض. الفرع من أئمة اللغة، ولكن هذا فيه نظر، لأن الكلام ما هو في المعنى اللغوي، الكلام في المعنى الشرعي. نعم. نعم. مسألة. نعم. فضيلة الشيخ، لو دخل الزوج بزوجته استقر المهر على الزوج، فإذا حصلت فرقة بين الزوجين بسبب أجنبي، هل يرجع الزوج على الأجنبي؟ نعم، إذا كان هذا في النصف قبل الدخول فأيضا في المهر بعد الدخول. نعم. فضيلة الشيخ، أو يقال أنه قبل الدخول أخذ النصف، أخذ النصف لأنه لم يستمتع، أما بعد الدخول فقد استوفى الاستمتاع، والمهر إنما هو في مقابل الاستمتاع، فليس له شيء حتى ولو كان المتسبب أجنبي، ليس له شيء. هذا هو الظاهر، أنه ليس له شيء، لأن المهر استحق بالاستمتاع وقد استوفى. نعم. فضيلة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم أفضل النساء أيسرهن مؤونة، هل يقصد أقلها مهرا؟ هذا الظاهر من كلام عائشة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، الذي أعرف أنه من كلام أم المؤمنين عائشة. إيش يقول؟ هل يقصد أقلها مهرا أم أوسطها؟ أقلها كلفة، يعني أقلها مهرا ما في شك، لأنه جاء في الأثر أنه إذا كان المهر كثيرا يغضب عليها عند أدنى شيء ويقول كلفت فيك حتى علق القربة، فإذا صار المهر مرتفعا صار يتمنن عند أدنى سبب ويقول أنت جايتا غالي وكذا وأنا سايق حلالي فيك. وأما إذا كان المهر يسير فإنه يسمح عن زلاتها ويتغاضى ويقول هذه جايتا متيسرة وجايتا ببلاش. هنا لا، تحديد ما يجوز التحديد، لأنه ما هناك دليل على التحديد، ولهذا العلماء في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله اجتمعوا ونظروا في التحديد ولم يتوصلوا، ولكن توصلوا في النهاية إلى أنه يحث الناس على التيسير، وأما التحديد فلا يجوز لأنه الآيات والأحاديث مطلقة. نعم. لكن توصلوا إلى أنه يرغب الناس في التيسير، وكما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وكما رغبت عائشة وأمير المؤمنين عمر، باب الترغيب فقط، أما الإلزام لا، ما في إلزام. نعم. المهر واجب على الزوج؟ نعم. إذا تعارف وعرف أن المهر على المرأة في سوق المهر، هذا باطل، هذا موجود في الهند وغيرها، أن المهر يكون على الزوجة، هي اللي تخاطب الزوج وهي التي تبذل الصداق، هذا باطل، على خلاف دين الإسلام. نعم. إذا تعارف بعض الناس، ما من غير إلزام، لا بأس يتعارفون، لكن من غير إلزام، من غير إلزام. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل في الحقيقة والآثار مع التمثيل لو تكرمتم؟ النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه، والنكاح الباطل هو النكاح الفاسد هو ما اختل شرطه. نعم. والنكاح الباطل ما اختل ركنه، ما اختل ركنه هذا الباطل. وإذا صعب عليك هذا فهناك تعبير آخر، النكاح الفاسد هو المختلف فيه، هو المختلف فيه، أما النكاح الباطل فهو المجمع على بطلانه، كنكاح الخامسة والنكاح في العدة، هذا مجمع على
بطلان، كنكاح المتعة هذا مجمع على بطلانه، هذا باطل. وأما النكاح الفاسد مثل النكاح بدون ولي هذا فاسد، لأنه مختلف فيه من العلماء من يصححه ويقول لا يشترط الولي، مثل النكاح بدون شهود، هذا بعض العلماء لا يشترط وجود الشهود، وإن كان الصحيح أنه لا بد من الشهود، لكن بعض العلماء يصحح ولو لم يكن هناك شهود، فهذا يسمى فاسدا. الفاسد تترتب عليه آثاره من المهر ومن لحوق الأولاد، وأما الباطل فلا يترتب عليه آثار، لا يجب به مهر ولا وإنما يقام الحد، يعتبر زنا ويقام الحد، والأولاد يكونون أولاد سفاح لا يلحقون بالواطي. نعم نعم. فضيلة الشيخ، كيف يجمع بين أن البكرة تستأمر ويطلب إذنها وبين تزويجها وهي صغيرة بدون إذنها؟ لأن ما لها اختيار، الصغيرة ما لها اختيار، فكيف يرجع لها وهي أم 4 سنين أو ترضع؟ تعذر من الرجوع إليها، إنما إذا كان لها عقل ويمكن الرجوع إليها تستأمر. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين؟ بيناه وقلنا يحتمل عموم المطلقات من المسمى لها وغير المسمى لها، ويحتمل أنه خاص بغير المسمى لها. نعم. من العلماء من يرى أن كل مطلقة لها المتعة حتى ولو كان لها صداق لعموم الآية، منهم من يقول لا، هذا خاص بمن لم يسمى لها بدليل الآية التي قبلها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما، وقال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره، الآية في التي لم يفرض لها شيء. نعم. فهي تفسر الآية التي بعدها وللمطلقات متاع بالمعروف. نعم. فضيلة الشيخ، على القول الثاني إذا طلقها قبل أن يفضي إليها لا يكمل لها مهرها عندئذ ما وجه عدتها؟ نعم. يقول على القول الثاني إذا طلقها قبل أن يفضي إليها لا يكمل لها مهرها عندئذ ما وجه عدتها؟ عدتها من أجل الخلوة، لأنه يحتمل أنه وطئها. أما المال فلا يجب إلا بيقين المسيس، لأنه معاوضة. أما العدة تجب حتى مع الاحتمال، فالأمر في العدة أحوط وأشد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أرضعت الزوجة الكبرى الصغرى قلنا ينفسخ نكاح الصغرى ولها نصف المهر ويرجع به على الكبرى، فلماذا لا ينفسخ نكاح الكبرى لكونها أم زوجته؟ حتى ولو انفسخ نكاح الكبرى فعليها نصف المهر، عليها نصف المهر. نعم. لك الشيخ، إذا خلى بالزوجة ولم يطأها فعلى القول بأنه يستقر المهر، فإذا حصلت الفرقة بسببها هل لها المهر كاملا مع أنه لم يطأها؟ نعم، على القول الأول أنه بمجرد الخلوة يتقرر المهر كاملا فلها المهر، لها المهر بمجرد الخلوة. نعم. فضيلة الشيخ، قوله ويكون لها مهر مثلها لأنه قيمة بضعها، أليس في هذا نظر؟ لأن المهر نحلة نحلها الله للمرأة، لأنه لا يجوز تركه تسمية البر. لا، ما فيه نظر، لأن الله جعل المهر في مقابل الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريض، فالله جعل المهر في مقابل الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، جعله في مقابل الاستمتاع، الآية واضحة في هذا، فالمهر معاوضة ما في شك. نعم. يكفي، والله تعالى أعلم.